السلام عليكم في قناتي فن الطبخيه والتدابير منى المنزليه. دركا باذن الله رايحين، انا شفت باللي رانا مدامنا في مواسم العياد، وبينتو جيتنا ثاني باذن الله مواسم العراس وكامل. انا ارتأيت على بالكم يا اخواتاتي نستحقوا بزاف هذاك الحليب المركز الابيض، اما لا قلت لما لا ما نديروش هنا، نديروه تسمى مع بعضنا بصح مختلف شويه على واش رانا نشوفو في اليوتيوب. انا راح نستعمل فيه مكونين، ها السكر والحليب جاري ماشي حليب كيما نقولو حنايا بودر، ولا بيان سور راح نحتاج عطر فانيلا. يعني هذا بمكونين فقط راح ندير حليب مركز ان شاء الله ولا اروع. تفضلوا معايا جوست لا كويزينيير. اذا هنايا ماذا بيك تشوفي اون كاسخول ولا مرميطه تكون ثقيله، شوفي تاعي كيفاش ثقيله. شوفي بون، انا معليش نحط الحليب باسكو راني هزه الحليب. شوفي يا كي ثقيله، فوالا هذه المرميطه تاعي ثقيله، وشوفي ا فو مويان غتولي. هاني عطيت لك كلش، فوالا ا فو مويان. بسم الله بيان سور جري اجوتي هنايا الحليب، هاولي فوالا هاو الحليب بيان سور. راني كنت خليته شويه سخن، لا لا كوكوت تاعي خليتها سخنت، هذه سميوها ناس بكري لا كوكوت دو غرومير. فوالا هاوليك هنا السكر ما قلتلكش عليه، والحليب ثاني ما قلتلكش عليه. الحليب نص ليطره، عايليك نص ليطره حليب. السكر هنايا في هذه راهي ترفد فوالا لكن راكي تشوفي 250 ملليلتر، يعني ربع لتر في هذا. شوفي ناقصه براتيكمون ان دوا ميم با، هاي شوفي هذه راني وزنتها انا 250 غرام بلوتو 200 غرام سكر 200. فوالا نفرخها كامل، نعاود لك دونك هذه نص لتر تاع حليب. السكر وزنت هنايا، وزنت هنايا في هذه نتاع 0.25 ملليلتر، تسمى 250 ملليلتر. دونك اون تو ناقصه شويه، ناقصه قيس شويه برك. هذا السكر نحرك جوسكا حتى يخش الحليب، هذاك بلوتو السكر في الحليب. ها كيما راكي تشوفي، فوالا شوفي هنايا يا خواتاتي لازم تخليوه سوغ لو فو هذا مويان، من قولي من نص ساعه لساعه غير ربع. دونك من نص ساعه لساعه غير ربع، دونك هنا جو رومو جوسكا كو لو هذاك لو سكر سو ديسو، يعني السكر هذاك حيذوب، يذوب مع دونك نخلط حتى يذوب السكر مع الحليب، تولي مليح مليح معايا. فوالا فوالا، يعني كي نحركو هنا راني مانيش نحس بالحبيبات نتاع السكر. لا ميم شوز انتيا عندك في المطبخ نتاعك، ما تخليش حتى تحسي تسمى تحركي حتى تولي ما تحسيش بهذوك لي كريستو تاع السكر. فوالا ها هذاك السكر كل يذوب وكل. فوالا ها تري بيان، وحنا ما نقلقش روحي ماشي نبقى مده نص ساعه ساعه غير ربع وانا نحرك، لا لا نخليها كيما هكا. دونك ومن ذاك لذاك نهز لا سباتول تاعي اوب وندور، نهز لا سباتول من ذاك لذاك، ماشي نبقى واقفه هنايا مصمره عند الكويزينيير. داكور هاي نتلاقاو من بعد شويه. اذا هنا كيما راكي تشوفي راهو بدا الحليب نتاعي يغلي، او غلا صاي هز الغلوه تاعو. هنا واش ندير، نحرك ونقص له في النار. فوالا هنا لوبجيكتيف نتاعنا لازم حتى ينقص الحجم تاع الحليب. فوالا راني يعني نحرك او ميم طون راح نقص له في النار، خلاص فوالا راني يعني نقصت له تماما. فوالا
هنا ما فاتتش يعني نص ساعه ولا ساعه الربع ما فاتتش. مي حبيت نقول لك يهز الغلوه تولهي له، نقصي النار وخليه من ذاك لذاك وليلو. فوالا فوالا، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاوليك توجور راني من ذاك لذاك نحرك كيما قلت لك، نحرك من ذاك لذاك وراح تتحصلي يعني على نتيجه رائعه والله بمكونين. ما تحطي فيه لا قرصه ملح لا والو، تحطي فيه جوست لافاني كيما عطيتك في البدايه مع المقادير، وراح يجيك باذن الله من اروع ما يكون. ما تزيديش تفكري يعني بشقيه حليب تاع 2500 يعني 500 مليلتر ميم با يعني ليتره كامله، ديري نص ليتره مع قلت لك 200 غرام تاع السكر عادي ثاني سكر كريستاليزي عادي، وتوجدي ان شاء الله راكي تشوفي ديجا تيبان لك في الاخر يا بعد يعني في يدك يبان لك بلي راه حايف قال، مي مازال ماشي دركا او ميم با ما فاتش درجين. على واش قلت لك؟ انا قلت لك نصف ساعه من ذاك لذاك حركي وشوفي يا سيدتي العزيزة، شوفي النار راهي ذليلة تماما، نقصي عليه النار خلاص. فوالا اصبري برك يعني على حاجة يقولوا كي اللي يحب اللو يسهر الليل بكلو، اما لا سهري شوية معليش نوجدو مع بعضنا يعني اللي كونسونتري سكري اكسترا اوردينير. ما تزيديش طول تقولي نشري من برا، مام دي فوا يتقطع يخشتي مام في الاسواق دي فوا يتقطع وما نصيبوش. وعندنا يعني با مال دو غوسات نتاع العيد تاع الاعراس تاع الفراح ان شاء الله يدومها علينا وعلى بلادنا ان شاء الله يا ربي. دي فوا ما نصيبوش كيما قلت لك سوغ لو مارشي، دونك ماذا بينا يا ربي قالش الاخر يفكر في كاير. وهذه ان شاء الله نشاركوها مع بعضنا كيما راكم تشوفوا، نتلاقاو ان شاء الله ان بعدا. اذا كيما راكي تشوفي هنا راهي فاتت 20 دقيقه ابوبري، فاتت 20 دقيقه. شوفي الشكل تاعو كيفاش جا، راني يعني نبين لك الشكل تاعو. فوالا فوالا فوالا، شوفي مام اللون تاعو كيفاش تبدل يعني. فوالا راهو بدا اللون تاعو يتبدل. فوالا فوالا، شوفي مليح كيفاش تبدل اللون تاعو. فوالا فوالا، وبدا شويه نحسو بدا يعقد. فوالا فوالا، جو نسي با لا راهي ليماج واضحة، مي هاوليك كيفاش بدا يدير هذوك الفقاعات الكبار، هذوك الفقاعات الكبار دليل على أنو نورمالمون سي بون. فوالا، ها شوفوا أخواتاتي، شوفوا كيفاش يعني هنا راهي مرت بخاسك يعني 30 دقيقة. ماشي كامله مي برسك 30 دقيقه. شوفي كيفاه القوام تاعو، شوفي 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 شوفي، ها نعدت لك بالخطوه باش تعرفي. ها انا بدينا نتحصلوا على حليب مركز، ها شوفي شوفي شوفي. درك نزيد شويه وندير بالفوي باش تشوفي مليح، نزيد له شويه برك ميم با 2 مينوت ونطفي عليه كيما راكي تشوفي. شتي كيفاش عقد؟ هاوليك عاقد، دقيقة برك نجيب الفوي. على هاو الفوي شوفي، دونك مازال شوية، نزيدلو برك شوية.
كي تشوفي تقلص الحجم تاعو، دونك مادام تقلص الحجم تاعو راهو بدا يولي مركز. فوالا هنا سيدتي سي بون سي بون، راني طفيت عليه. ها شوفي حبيبتي القوام. فوالا منال احكمي لي ماما. فوالا شوفي سيدتي القوام تاعو، شوفي 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 هاو كيفاش جا، شتي او نصف ساعة قد قد ها 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 فوالا هاو ليك تخي بيان. دركا راح نضيف له نكهة، يعني كل وحدة ولمستها. انا راح نضيف له حبيبتي على تولي ها هياكي، اذا عطر الفانيليا. فوالا هاوليك مغيفة باش نقدر نحتفظ بيه. وماذا بيا هاني وجدت اون بوكال تاع نوتيلا، ها هادي يعني اون بوكال قزاز اختكم ها مع بعضانا. ها هاوليك رائحة روعة، ميم سورتو بوغ لي غاتو سي اكسترا اوردينير. اذا نجي دركا فوالا نبدا نسيح فيه بالعسل. شوفي كيفاه سيدتي جا خاثر هايل. هالا شوفي 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 القوام تاعو جا روعه. شوفي شوفي فوالا نكمل نحطو في لابوكال ونتلقاو. عشتي كيفاه يجي؟ هاولي كيفاه يجي رائع، يعني روعة روعة روعة. نتمنى تعاودي هاد التجربة، على بالك توفر عليك بزاف المصاريف. شوفي ها شوفي 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 كي شجع هايل هايل. فوالا ها شوفي ها ها اللي نسلي والله مركز رائع. دونك نحي كامل واش كاين في لاكاسخول تاعي. فوالا ها ها روعة. فوالا بسكر هادي تولهيها ها. شوفي ها يعني ناجح 100% وبمقادير يعني زوج مكونات فقط مع عطر الفانيليا. هذا واش تشوفي ها ها فوالا. نتمنى يكون لا فيديو عجباتك. هذا راح نديرو به باذن الله بزاف بزاف دي غوسات، ودرك نشوفوهم مع بعضنا. غوسات بيان سور صيفيه راح نشوفوها ان شاء الله مع بعضنا. الى الملتقى ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسونيش باللايكات، ديروا لي بزاف لايكات وبارطاجيو لا فيديو باش تعم ان شاء الله المنفعه ليا وليكم ولجميع المؤمنين. وبقاو على خير.